تقريبا السياق العام للتحليل بأن نتنياهو يريد استمرار هذه الحرب لأنه يخاف على مصيره. نتنياهو مختلف مع جالنت، نتنياهو تحالفات مع اليمين المتطرف سموتريتش، نتنياهو في آخر الأمر نحن نعلم وكل من يحلل يعلم والإسرائيلي قبلنا يعلم بأن نتنياهو لا يملك القرار في البيت الأبيض. في آخر الأمر اليوم، هل الولايات المتحدة الأمريكية وصلت إلى مأزق لا تستطيع أن تجد حل لهذه البؤرة، أم هي تدير هذه البؤرة لمصالح أخرى؟ كلا الأمرين بالمناسبة. صراحة دعنا نمر سريعا على ما ذكرته. عندما قلت نتنياهو، نعم عامل نتنياهو كشخص موجود ومؤثر، لكن ليس كل التأثير ينبع من هذا العامل. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية موضوع المتطرفون أو المتطرفون الذين اليوم هم موجودون ضمن حكومة نتنياهو، أيضا لهم تأثير كما تعلم. بطبيعة الحال عندما يكون هناك شخص متطرف، هذا يعني أنه نفسيا ليس بالإنسان السوي من ناحية اتخاذ القرارات، وبالتالي دائما ما يميل المتطرفون إلى العنف والاستمرار في العنف وإقصاء الآخر إلى أبعد مدى. لذلك نعم يمكن أن نقول أن هناك أيضا تأثير للمتطرفين على ما يتمسك به اليوم نتنياهو في مسألة عدم إيقاف العدوان. لكن المسألة الأهم أتصور أنها اليوم في البيت الأبيض وليس في إسرائيل. وكما أسلفت لا أنكر أن إسرائيل ونتنياهو لهما التأثير، لكن فيما يتعلق بواشنطن دعنا نتحدث عن نقطة ليس لها علاقة فقط بالأشخاص، بل نحن نتحدث عن معادلات. اليوم 7 أكتوبر، شئنا أم أبينا، كنا مع 7 أكتوبر أم كنا ضدها، 7 أكتوبر أحدثت قلقلة في معادلة الشرق الأوسط، تحديدا في موقع إسرائيل الهرمي. ماذا أعني بذلك؟ قبل 7 أكتوبر إذا ما لاحظنا أنا وأنت أي متابع للأحداث، إسرائيل كانت تقود، وأنا هنا أريد أن أركز على نقطة أو كلمة تقود، معادلة أمريكية قائمة على توكيل إسرائيل بتجميع بعض دول المنطقة تحت مظلة أمنية واحدة تقودها إسرائيل بتوكيل من الولايات المتحدة الأمريكية كما أسلفت. هذا الأمر لاحظناه اليوم في عقد عدة مؤتمرات مقيمة، قمم النقب الأمنية التي جمعت إسرائيل ومصر والأردن والإمارات والبحرين، أيضا قمم أخرى على مستوى أقل عندما اجتمعت إسرائيل مع الأردن ومصر من أجل تخفيف حدة التهديدات التي يمكن أن تنبع من قطاع غزة، وتم تقديم بعض التسهيلات للمقاومة بحيث أنه يكون هناك نوع من الهدوء في هذا الجيل. أيضا الولايات المتحدة الأمريكية فتحت المجال أمام تعاون إسرائيلي تركي عندما أعلنت أنها لن تدعم خط ميد إست الذي ينقل الغاز الإسرائيلي عبر اليونان وقبرص، وأيضا كان الهدف أن يكون هناك تعاون تركي إسرائيلي عربي تحت مظلة واحدة تكون في مقدمتها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تدعمها من الخلف. الهدف الأمريكي هو تخفيف التكاليف الاقتصادية المالية العسكرية والبشرية، بمعنى أن إسرائيل هناك موجودة باسمي تقود هذه المعادلات التي من خلالها أسعى إلى تأسيس نفوذ إقليمي تكاملي يتصدى للنفوذ الإيراني في المقام الأول والنفوذين الصيني والروسي في المقام الثاني. ما بعد 7 أكتوبر ما الذي حدث؟ وهذا الذي يؤخر واشنطن حتى الآن في اتخاذ دعني أقول استراتيجية واضحة تجاه قطاع غزة. الذي حدث، إسرائيل تحولت من ناحية منسوب القوة من دولة إقليمية أو دولة وسطى إقليمية إلى دولة صغيرة. ماذا يعني بذلك؟ دولة وسطى هي تستطيع الدفاع عن نفسها دون الحاجة للآخر. هل إسرائيل اليوم تستطيع الدفاع عن نفسها دون لا أحد ينكر ذلك. هذا رأيناه عندما هجمت إيران، هذا رأيناه اليوم عندما نتحدث عن مساعدات بريطانية استخباراتية، نتحدث عن جسر جوي أمريكي متسارع ولم ينقطع منذ اليوم الأول بغض النظر عن الخلافات التي أحيانا يراد عبر الإعلام إظهارها، لكن الواقع يقول إن الجسر الجوي الأمريكي ممتد منذ 8 أكتوبر حتى يومنا هذا. أنا